بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا التواصل لا زال مستمرا، لا زال صامدا هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المبدعة حقيقة من أرضية هذا الميدان، حيث ننقل على حضراتكم انطلاقة تلو انطلاقة شوطا تلو شوط هنا بهذا اليوم الجميل، انطلاقة سن الحقاقة مسافتنا 4 كيلومترات. نتمنى لهم التوفيق، نتمنى الناموس إن شاء الله للأخوة المشاركين حشيم مطر بن سعيد بن عبيد الحميري من يسيطر، مايهاب راشد بن سلطان بن سعيد الاجتبي على ثاني المراكز، النقلة على المركز الثالث هناك مداهم راشد بن سليمان بن ناصر الشامسي، وفي المركز الرابع أيها الإخوة اللي في المركز الرابع اللي تدخل هناك مهوب مسري بن سيف بن نايع بن واس ايضا حاضرا، خامس المراكز من الجانب الثاني مخلص لعبد الله بن علي بن واس، النقلة على المركز السادس براد لعبيد بن راشد بن عبيد بن عبد الشتبي، بينما اللي في المركز الخامس هناك اللي هو رمز في المركز الخامس مستمعينا الاعزاء، ولا بنقول سادس المراكز تعود ملكيته لمحمد بن خلفان بن محمد الغفلي، بينما اللي في المركز السابع من يصل في هذه اللحظات سراب ما شاء الله لسالم بن عود بن سعيد العامري، بينما اللي في المركز الثامن اللي هو رعد عبد الله بن نايب بن مصبع النعيمي، وفي المركز التاسع ما شاء الله الاسد سلطان بن محمد الملعاي، وفي المركز العاشر والاخير الوش احمد بن عبد الله بن محمد بالهلي. هكذا ايها الاخوه كانت نتيجتنا، هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. يا سلام مهوب مع مسري بن سيف بن نايع بن واس، من يقدم مهوب على الصدارة، من يقدم مهوب على المركز الأول، ونتمنى دائما التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والمنتظرين في كل هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. والله يا سلام يا سلام يا سلام على هذا التألق، يا سلام على هذا التميز، يا سلام على هذه السيطرة الجميلة، ونحن دائما ننتظر ما هو جديد هنا في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة على أرضية ميدان الطي، ولكن أبا الصدارة أذهب إلى مهوب مسري بن سيف بن نايع بن واس، بينما اللي في المركز الثاني مداهم راشد بن سليمان بن ناصر الشامسي، وفي المركز الثالث شرب سالم بن عود بن سعيد العامري، ثالثا المركز الرابع بيأتي في هذه اللحظات براق لعبيد بن راشد بن عبيد بن عبد الشتبي، وفي المركز الخامس هناك شعر المساعيد أيضا حاضرا راشد بن سلطان مساعيد الاجتبي في خامس المراكز، بينما اللي في المركز السادس هنا من يصل اللي هو متعب الصغير لعلي بن عبيد بن عتيج الزعابي أول ندلة، وفي المركز السادس ولا السابع رمز لمحمد بن خلفان بن محمد الغفلي، ثامن المراكز هناك من الجانب الثاني مخلص عبد الله بن علي بن واس، المركز التاسع شاهين لحمد بن سلطان بن عبيد بن مرخان، وفي المركز العاشر من ياتي مكلف سالم بن عمران بن حمودي اجتبي. هكذا ايها الاخوه كانت نتيجتنا، هكذا ايها الاخوه كان الوصف التفصيلي للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. يا سلام يا سلام يا مسري، يا سلام يا مسري، يا سلام يا ابو سيف على هذا الاداء الجميل، هذا الاداء المميز، هذا الاداء الذي دائما يصل بأداء يصل بطموحاته، ولكن بالعود بالعود أيها الإخوة. أيضا اللي غير على المركز الأول وسيطر هنا مع سراب سالم بالعود بن سعيد العامري، مهوب يأتي ثاني المراكز مسري بن سيف بن نايع بن واس، بينما اللي في المركز الثالث هناك من يأتي مداهم راشد بن سليمان بن ناصر الشامسي، وفي المركز الرابع أيها الإخوة متعب الصغير لعلي بن عبيد بن عتيج الزعابي. هكذا كانت نتيجتنا أيها الإخوة، المراكز دعناها
عليكم بالهو التمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز ذعناها عليكم كاملة مكملة. يلا يا بالعود، يلا يا مسري، يلا يا بن عتيج، يلا يا الأسامي الرنانة والأسامي الحاضرة هنا. وصلكم زاغور. الله الله الله، هكذا كانت نتيجتنا. روح روح مع سراب، روح مع بالعود، روح مع أهل العين. يا سلام يا سلام على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز اللي يقدمه ما شاء الله بالعود. سالم عليك سالم، ما شاء الله بالعود بن سعيد العامري اللي مسيطر، ولكن الأوامر ما صدرت حتى هذه اللحظات، الأوامر لن تصدر حتى هذه اللحظات، التعليمات ما صدرت حتى هذه اللحظات. نحن وصلنا 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 وصلنا. يلا يا بالعود، يلا يا الزعابي، اللحظات الأخيرة، تهانينا والناموس. سراب سالم بالعود بن سعيد العام نسبة فوزه بالمركز الأول، المركز الثاني لعلي بن عبيد الزعابي، المركز الثالث هناك لراشد بن سليمان بن ناصر الشامسي، المركز الرابع مسري بن سيف بن واصل، المركز الخامس سلطان الملع بن محمد الملعاي. 6 دقائق التوقيت الزمني، 14 ثانية 69 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.